أنه في بسوريا أكثر من 300 مدينة أثرية مهجورة ومنسية؟ بتعرفوا أنه هي المدن المنسية موجودة بين حلب وإدلب على الطريق الروماني؟ يمكن مو كلكم بتعرفوا، مشان هيك رح أحكي لكم اليوم عن المدن المنسية بسوريا. المدن المنسية هي مدن وقرى أثرية قديمة ومهجورة موجودة بالشمال السوري، مدرجة على لائحة التراث العالمي باسم المدن المنسية، وبتمتد على جبل سمعان وباريشا والقلعة والزاوية والسهول اللي حواليها. هاي المدن كانت مأهولة وعامرة بين القرنين الأول والسابع الميلادي، بس انقرضت الحياة فيها بعد هالوقت لأسباب اقتصادية نتجت عن سوء الأوضاع السياسية والحروب المتتالية، منها الحروب البيزنطية الفارسية والحروب العربية البيزنطية. بيبلغ عدد هي المدن والقرى 778 موقع، منها 135 موقع مهجور و322 موقع انطمر تحت التجمعات السكنية الحديثة. أما ال321 موقع الباقيين فكتير صار فيهم تغييرات نتيجة التوسع السكاني والسكن فيها واستخدام حجارتها للبناء وأراضيها للزراعة. وللأسف ما ضل من هي المدن غير حوالي 60 موقع، كمان تضرر عدد منها بسبب الحرب الأخيرة. تميزت المدن المنسية بأسلوب معماري فريد من نوعه سموه علماء الآثار فن العمارة السورية، ليميزوها عن فن العمارة الكلاسيكية اليونانية والرومانية. وبيتميز فن العمارة السورية يلي بنيت عليه المدن المنسية بالزخارف يلي زينت مداخل ومخارج الأبنية، والفسيفساء يلي بتندمج فيها الرموز الروحية والزخرفة النباتية والحيوانية. ومن مواقع المدن المنسية قلعة سمعان شمال غرب حلب، وهي نسبة للقديس سمعان العمودي وتعتبر أجمل كاتدرائية بالشرق. وبنفس المنطقة في برج حيدر، وهي قرية صغيرة فيها بقايا كنيسة بترجع للقرن الرابع الميلادي، قرية ست الروم وفيها كنيسة مجهولة الهوية، القاطورة قرية صغيرة فيها معابد رومانية ومجموعة من أعمدة المدافن والمقابر المنحوتة بالصخر، باسوفان فيها حصن صغير وكنيسة على نمط البازيليك، خراب شمس فيها مقابر وقصور من الفترة البيزنطية وكنائس من القرن الخامس والسادس الميلادي، تل ومعبد عين دارة موجود على ضفة نهر عفرين، وفي معبد أقروا الباحثين أنه ما له مثيل بمنطقة الشرق العربي وبيرجع للألف الأول قبل الميلاد، وكمان لقوا فيه نصب للآلهة عشتار. موقع النبي هوري سيرهوس من أهم آثاره المدرج الروماني والقلعة العربية ومداخل المدينة والكنيسة الكبرى والقبر الهرمي وجسرين بيرجع تاريخ بنائهم للقرن الثالث الميلادي. أما من أهم مواقع المدن المنسية الموجودة بمدينة إدلب فهي تل مرديخ إبلة، هو من أحدث وأشهر المكتشفات الأثرية يلي هزت العالم لأنها أقدم مملكة عامرة وأقدم مركز حضاري بسوريا، بيرجع تاريخها للألف الثالث قبل الميلاد، وتم اكتشافها سنة 1955 كمدينة محاطة بسور دائري منيع بيتضمن أربع أبواب ضخمة حواليها حصون وفوقها أبراج، ومن بواب المدينة بتمتد شوارع رئيسية بتلتقي عند المركز يلي بتواجد فيه القصر الملكي يلي بناه ملك إبلة أجريش حلم. ومن مكتشفات المدينة كمان أربع معابد بترجع للقرن الثاني قبل الميلاد، بالإضافة للألواح الفخارية من القصر الملكي يلي تعتبر أقدم وثائق عامرة ومكتشفة بسوريا، ووصل عددها لأكثر من 15 ألف رقيم مسماري، وهي الألواح هي اللي ساعدت على تكوين صورة واضحة عن حضارة الألف الثالث والثاني قبل الميلاد. كنيسة قلب اللوزة، وهي من أجمل الكنائس بالعالم، بترجع للقرن السادس الميلادي وبتتميز بأعمدتها وأقواسها وزخارفها. البارة، وفيها أقدم بناء بيرجع للقرن الثاني الميلادي وبتتميز بكنائسها وقبورها الهرمية، وفيها قصر من طابقين اسمه دير صوبات وحصن عربي اسمه حصن أبو سفيان. قرية المغارة فيها مغارات قديمة بتتصل ببعضها بسراديب وفوقها في قبور منحوتة بالصخر.
جبل باريشا موجود عليه آثار بيزنطية من القرنين الخامس والسادس الميلادي، وبتتميز بفخامة حجارتها وجمال هندستها، بتضم قصور وبيوت سكنية وأديرة وأماكن عبادة. خان شيخون تعتبر من أهم قرى إدلب، وبتتميز بيوتها بالقبب المخروطية، وفي تل قريب منها جهة الشمال اكتشفوا تحته بلدة بيرجع تاريخها لحوالي 1000 سنة قبل الميلاد، وآثار مباني مصرية من عهد تحوتمس الثالث. قرية الدانا فيها مدافن منحوتة بالصخر وبناء عجيب على 4 أعمدة وفوقه هرم. قرية ترمانين كمان فيها دور أثرية ومدافن تحت الأرض إلها دراج، وفيها دير ترمانين القديم. هي هي كل مواقع المدن المنسية؟ لا، لسه في غيرها كتير، بس نحن حاولنا نعطيكم فكرة سريعة عن هي المدن وتاريخ القديم كتير.